أنا الاسم ديالي الكامل مستعد مصطفى، العمر ديالي 73 سنة. أنا من مواليد 31/3/1948. المهنة ديالي حلاقي، كندير الحلقة. شديت الشهادة الابتدائية عام 60، في 62 عندي الدوزيام اني سكوندير في لاغريكولتور، مدرسة فلاحية في عين السبع. أنا بيضاوي الأصل، وليت خطاط ورسام. كنكتب على الواجهة ديال الحوانت والقهاوي الأسماء وداكشي، وكنرسم. ودرت واحد الحانوت كنبيع فيه الكتب ديال الفراجة لي بوكا ديال الأفلام في درب الكبير. واحد رمضان كانوا الحلاقي كيخدموا في درب الكبير في الوسعة ديال عرس بالمسيك، مشيت كنتفرج الحلاقي، بان لي حلقة ديال السحار، كنقولوا لي السحار، وقفت. يعني شي حويجات كيدير ما هما شي فرازة ولا والو، يعني تبليت في ديك الألعاب السحرية. وليت كنخمم كنقول كون وليت سحار ونولي تانا نديرو كوكينيا. بالمناسبة تعمر المعرض الدولي في 64، مشيت ليه كنرسم وكندير. كان واحد الساحر جاب المسرح ديالو، كيقولوا لي باسكيس سباليوني، عجبو داكشي اللي كندير. عيط ليا قال لي غتزوق ليا المسرح ديالي، دير فيه تصاور لعبة سحرية وداكشي. بديت عندو كنت باقي صغير، عجبتو. ملي سالا المعرض الدولي عطاني واحد كتاب كهدية، سميتو لا بريستي ديجيتاسيون دو انتيام سيكل، شعوذة القرن العشرين، في 360 لعبة. حفظ داك الكتاب وبديت كندرب، وليت يعني وليت يعني ممتاز في داكشي ديال الحركات ديال الخفة. ايوا واحد المرة انا شفت واحد السحار جمع لي حلقة تقريبا 400 ديال البشر ولا 500، وقفت كنتفرج كنشوف فيه ملي سالا دار الفاتحة باش يعطيوه الناس، كيعطيوه بجوج دريال، 4 دريال، 10 دريال، يعني داكشي اللي جمع هو في الحانوت انا ما نجمعوش على شهر. من تما طاحت الفكرة في بالي باش ندير انا الحلقة، وليت كنمشي للحلاقي. اي حلقة كانت كنتصنت للحلاقي وكنقول منه كلمات، ولاقي درت برنامج ديال الحلقة في الدار عندي. الوالد الله يرحمه كان سائق ديال الستيام عادير يا بيتي بوحدي، وليت كنصاف المخاد في البيت وفي الزرابية نحط دوك الأدوات ديال السحير، وكنبني كندوي كأنني في الحلقة. كنبدا نتكلم برك انت هدا انت دير وهادي، نفرجهم قرقبوا على السوارت وانا غير مع المساند كندوي. أني وليت كندير الحلقة، كنتخيل راسي راني كندير في الحلقة. إوا قررت باش نعملها، جمعت داك الدوزان ديالي وقررت غنعملها. عملت صندوق فيه دوك الأدوات، مصور فيه حنا شبو سكا، مصور فيه طاسة جاوت فيها الماكلة. عيطت للدراري ولا الدرب، الدرب الكبير، قلت لهم غندير الحلقة غتمشيو معايا الطفال نفرجكم. أول حلقة درتها في الشطيبة، أصعب بلاصة كانت في الدار البيضاء، يعني ديك البلاصة معروفة واعرة، في سوق، هو سوق مخلط. إوا حطيت الصندوق، الصندوق مزوق، جمع عباد الله. إوا دخلت، يعني خاصني ندير الحلقة لابد. بديت كنفرج عباد الله، فراجة تابعة فراجة، فراجة تابعة فراجة، فراجة 36 فريجة كندوزها
كنجمع الدوزه نقول لهم الله يفرق على بلاد نوب، ما كنطلب فلوس ما كنطلب حتى شي حاجه. مده 15 يوم، نهار قررت غادي نشد الفلوس جيت للدير فين ساكن انا، الوسعه كانت العرصه ديال ولد مسيك كدار فيها الحلاقي، حطيت داك الدوزان ديالي. الوالده عندي كتندب غطيح قيمتنا غديرنا تجمعوا لي ولاد الدير بحلقه قد البحر. فرجتهم جو ديك الغبره اللي كترد اتاي قهوه، درتها ليهم اتاي كرجع قهوه ديك فرقه جدريه للباكيه، و 360 ريال بقى خلاكي دابا كانني شديت واحد 6000 ريال. صافي تمليت في الحلقه وليت حليقي، صافي تعرفوا عليا الحليقيه. كنت لقى معهم كيقول لي لا ما مشيتيش لمراكش وما خدمتيش جامع الفنا راه ما كتسماش انت حليقي، راه الحليقي الطابع ديال الخدمه ديالو بانه حليقي هو جامع الفنا. سير جامع الفنا اللي بغيتي تقول، تقول انا حليقي. دخلت جامع الفنا في 67، باقي كان اقل شهر 6 67، تلقاو لي الحريفيه عرفوني، عرفتهم بالاسم ديالي. بديت خدام في جامع الفنا، خدمت يعني بشي حاجة كاع الحريفية ملي سالي جعدي قال لي تبارك الله عليك هاد الخدمة اللي درتي انت يعني حاجة ما كايناش في جامع الفنا. إوا سرت كل ربع شهور خمس شهور كنجي ذاك يومين ثلاث أيام جامع الفنا نخدم فيه ونمشي. إوا بديت غادي شهر ورا شهر، عام ورا عام، ليام كتمر أنا غادي ما شعرش بالدنيا شطاري فيها. كنخدم تسارية المغرب مجموع شمال وجنوب شرق وغرب، أني معروف اسم البيضاوي كامل الناس كتعرفني اسم البيضاوي. إوا هي هادي تزوجت، رزقني الله جوج بنات، مهم أني شدها الكونسير من صدرها، تحيت ليها التدي ديالها، خلات ليا درية عندها 4 سنين سميتها بوشرى، ودرية عندها 10 سنين سميتها فاطمة. ما عنديش لي من نخليهم. في الدار البيضاء كنشدهم ونمشي ندير الحلقة هما كيبركوا ليا في الجنب. أني خاصني مجهول، لا بد خاصني إلا بغيت نجيب رزقي خاصني نخرج برا. كي غادي نعمل لبناتي أنا نعود نديهم معايا؟ قررت باش نجي لمراكش في 2000. إوا جدت وحدة معايا، الصغيرة ولات عندها 7 سنين والكبيرة ولات عندها 10 سنين. جيت لمراكش، وقفوا مع العيال الحليقية دبروا ليا على المحل، رهنت سكنت فيه، وليت فيه خير ولا خير. كنخدم بجامع الفنا، نخدم مع ميقات الظهر 12، ديك الوجبة ديال ساعة الا ربع ساعة، كندير رزقي مع المغرب تاني نجي لجامع الفنا، نخدم غادي بخير ولا خير. وكندخن، داك التدخين أثر عليا، ولات عندي الضيقة، وليت كنهج متليش قدرت نخدم، تمحنت. إوا قررت قلت أنا واش غادي ندير، أنا متليش نقدر نجمع الحلقة ديال 120 واحد ولا ديال 50 واحد، متليش نقدر عليها، غادي نبدل يعني حنا نقولوا القالب، غادي نبدلو بشي حاجة اللي فيها الراحة. درت زرايبية، حطيت كتيبات قدامي، داير مضل، وليت كنفقيه كنسبب للدراري، وكاين اللي بغى يهز الخط وداكشي. عايش بخير على خير، مخلص كرايا كلشي لاباس بخير. إوا لقيت واحد السيد، المرأة ماتت، لقيت واحد السيدة اللي ولات معاشرها ولات معايا، ولدت ليا ولد في العمر ديالو دركا 6 سنين. دركا حنا هكا حتى تأزمنا، تا قالوا كاينة كورونا، كاين مرض ديال كورونا وباء، حبسونا على الحلاقي ما تليناش نخدمو في جامع الفنا.
نوضونا من جمالنا. هو الحلقه لو يدير الحلقه لابد واحد يقرب لواحد، ما غاديش تقول لهم ديروا اتساع بيناتكم ولا ديروا الكمامه ولا، ما غاديش تقدر دير تخدم لك الحلقه. تمحنا ما كناش قدرنا نصيروا حلايقي كيمشي يدير الحلقه، داكشي اللي جابو كيخسروا الغد كيجيبوا واحد اخر يخسروا، ما كيجمعش وما كاين ما يتجمع. على الحلايقي كاع يجمع 50 واحد 60 واحد يجمعهم يفرجهم يدير الفاتحه يعطيه درهم لواحد. هي شحال هادو كاملين عطوه 60 واحد عطوه درهم 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 60 درهم 60 درهم اش غادير بيه؟ انا كاريب 12000 محل ما عندوش الضو، ما كاينش منين يدخل الضو، البولا شعلها بالليل وبالنهار وما كاينش الماء. وحتى حاجاكم مرحاض ما هوش مرحاض ومحن الرابوز فونطولين ما بقاش يقضي ليا. واحد السيد صاحبي طبيب خرج ليا رابوز اخر كيسوى 6000 ريال، تقاضى لي هذا الاسبوع. لقيت واحد المراه شافتني برك في شارع مولاي رشيد كان ساعه هزاتو قالت لي ولدي شحال يسوى هذا سيدي؟ قلت لها 6000 ريال باش تجري للصيدليه جابتو ليا. محن جامعنا كان زين، جامعنا مشى بحالته ما عمرو باقي مازال يكون. هاد الناس كيتخيلوا بينا شي نهار جامعنا غادي يرجع، ما عمرو يرجع، لان ما كاينش اللي غادي يعوض دوك الحلايقيه. الحلقه ما كتقراش، الحلقه ما كتعلمهاش انسان في واحد المعهد ولا مدرسه ولا يقول غد شي مدرسه تكون الحلايقيه، لا عمرها ما تمكن، لان الحلايقي كيتعلم وسط الحلقه. الحلايقي ماشي كيدير واحد الحصه مكتوبه ويقرا، لا كيواجه ناس اللي واجههم اليوم ما غاديش يواجههم غدا، ناس اخرين. كل واحد يقول لي كلمه خصو يكون لسانه مطلوق يجاوب كل واحد، يكون حاضر راسه وما يقولش العيب. جامعتنا كان هو عيشتنا، كان جامعتنا نوارة مراكش، جامعتنا يا جامعتنا، سموا جامعتنا هو فنا، جامعتنا اللي جا لمراكش وما جاش الجامع فنا كأنه ما جاش لمراكش. السياحة، السياح اللي كيدخلوا للمغرب أول جهة غادي نقصدو هو مراكش. إوا لما كانت جامع الفنا ما كايناش السياحة في مراكش، وإلا ما كانت السياحة في مراكش المراكشيين كلهم محنين. المراكشيين مساكن كلشي كيعيش من السياحة، كاين اللي بطريقة مباشرة كاين اللي بطريقة غير مباشرة باش عايشين هاد الناس. وبالأخص أكبر سوق أكبر مطعم في المغرب وجميل هو ساحة جامع الفنا. المطعم اللي فيه متنوع من جميع الأشكال، أكلات المغربية اللي ما تعرفهاش اللي ما عمرك سمعتيها تجي تما. كيعمر جامع الفنا كيعود كي الخالية ديال النحل. إذا طلعتي فوق شي سطح وطليتي على جامع الفنا الدهش كاين شي خالية شي غادي شي جاي. كاين اللي كيدخل جامع الفنا هو مريض، احد يرمي راسو الحلقه الاولى كينسى راسو واش مريض، كيبدا يتسرى من هاد الحلقه لهاد الحلقه من هاد الحلقه لهاد الحلقه من هاد الحلقه لهاد الحلقه. تقريبا واحد الساعتين كيضرب فيها 10 كيلومتر ولا شنية على رجليه. كتسولو كيقول لك والله ما عييت انا وليت بخير. والحليقي مسكين ديما ممحن، هو باكي في قلبو، عنده شي قضيه عائليه كيبكي وكيضحك في الناس، كيبكي في قلبه كيضحك في الناس. نهار اللي وقعت هاد الأزمة ما كاينش اللي سول فينا، ما كاينش اللي قال لنا هاكا وحتى واحد من سيطرة الحليب، ما كاينش اللي سول فينا. حنا بقينا في بلادنا تقطع بينا الحبل، هاد المثال كنقولو فلان تقطع بيه الحبل. حنا مغاربة وفي بلادنا تقطع بينا الحبل. دوكا أنا عندي ولدي أنا وياه كريت هاد المحل كيتساني الكرا دوك،
ما عنديش الماء، كاين عسل جنبي، كنبدا نخمم الى انا دوكا مت وفاق ولدي مع الصباح. لا فاق مع الصباح وقال بابا ما جاوبتوش اش غادي يدير. كنخمم تاني كنقول العمر بيد الله، كندوي معاه ولد ذكي، كنقول يا با ها ولدي، انا كنقول لي بابا ها ولدي شتي ما فيقتينيش نهار مع الصباح وما فقتش ما تخلعش، وكنوريه راه الموت علينا كان ديما كنحطو راه قضية الموت باش يكون موجود الى مت. كنقول يشوف الى لقيتيني مت نوض وقف وقولها للجيران، قولي بابا راه مات واعطيهم النمرة الارقام ديال خواتاتك، عيط لهم قولي بابا راه مات وما تخافش. دوك الدري انا مو خلاتو ليا عنده 3 سنين، وزدت الوراق ديالو زادت لحقت عليه وقيت القراية هو باقي ما دخلش، ما عنديش شي ورقة فيها الاسم ديالو، بغيت ندخلو القرا خصني مقر في غادي الريع. انا ساكن في قبر ما فيه لا شرجم لا فيه دا ما فيهش، البرد ما يدخلش ليه، الضو ما فيهش، الا حطيت البولا كترجع في الظلمه ما تشوفش اللي حداك كي غادي يدير. ولكن الله كبير سبحانه وتعالى. متطلبات كالحاج دابا؟ وانا وعندي كروسه ولا هو اللي كيدفع بيا، انا ما عنديش نقدر نوض، عندي كراريسه دبروا لي فيها الناس، عندها الميطرات ديالها، خسروا لي الماطر ديالها، كي بغي يدفعها ما يقدرش، حيد دوك الماطر وحيد الباتريات خليتها خاويه. كان طلع انا ويدفع بيا هو في الشارع غادي بيا الشارع مولاي رشيد البرنس، كيديني تما كينيا، كيبقى في بعض الناس كيقولوا لي حيد حيد كيدفعوا هما، كنلحق تما كينيا وفي الليل يجيبوني، والنامس ما مشيتش الكريمة لحقت حتى لستة العشية، دخلت للبرانس حطيت دوك الوريقات وداك ديال الطبيب ودوك البكيات ديال الدواء باش يعاونوا الناس، واحد 30 درهم ولا ما كاملاش. تم جيت قالوا لهم سدوا سدوا، جاي انا وياه زربانين كيدفع بيا مسكين ما قادرش، لحقت المحل انا بغينا نتعشاو، قلت له ولدي سير جيب خبيز وجيب حليب وداك الشيء، قال لي الحوان تسدوا، بقينا بلاش. انا ميت وانا فيا الروح، من يساعدني بغيت على السكنه، على السكنه وديك الكروسه ديالي الخراج راه الناس يعطيوني باش نعيش، نخرج اللي شافني كنبقى فيه وكيعرفوني الناس، هذا هو البيضاوي السحار اللي جابني كيدور معايا. ديك الكروسه خسرت ليا ما تلقيت من يعاوني، بغيت شي محل اني نخلص ليه الكرا ديالو ديك 600 درهم، ما كنخلص 600 درهم دوك على هاد البيت، ما كما هوش بيت قبر، النفس كتقبل ليا، كنحل الباب ونزل الخانية وكنتصير. الله كبير. اخر طلب الحج واش غادي نطلب؟ عندي 73 عام، ما ناويش ناخذ شي مستقبل، ما ناويش مازال المستقبل باقي قدامي، ما بقاش قدامي الدري ندير ليه وريقات ديالو، ندخل بالحل المدنية مع خواتاتو ويعاونوني، واخا تشدوا ليا بيت فين نريح انا وياه، يكون فيه يكون مضوي، راه ما هذا ما عندو لا شرجم لا والو، وما عنديش الماء، بغيت لي يعاوني على هذا المحل. انا باغي غير السكنه، فين نسكن؟ فين الكرا ندبر عليه، نسعى ونجيب فلوس الكرا، خاصني من يبري لي على الكرا وعاونوني باش نكري باش نصاوب ديك الكروسه ديالي. وفي السماء رزقكم ما توعدون، الرزق راه في يد الله سبحانه وتعالى،
انا ما كرهتش الناس يعاونوني خوتي المغاربه، راه كل من اللي شافني غادي يعرفني كيقول هذا السيد راه كان يدير الصندوق ديال السيوفه. ها الصوره، الصور ديال الحلقه وما عندي، تصور في صندوق السيوفه كندير الدري في الصندوق ونسد عليه وندير عليه 36 32 سيف، كندير البراد فوق الطابله نقول لي شطح يبدا يشطح والناس كضحك. ايوا ما رجع في الله، العين بصيرة واليد قصيرة، السما بعيدة، الأرض أنا لاصق فيها، أنا وسط قبر وفيا الروح، نحيد من هذا القبر وغندخل القبر اللي ما فيه روح. كنتمنى من خوتي اللي كيعرفني ولا اللي ما كيعرفنيش يمدوا لي واحد اليد ديال المساعدة، باش ما كان، واخا يجي يقول لي الله يشافيك، واخا يجي يقول لي الله يعاونك، وراه العاطي الله، ما تعرف رزقك منين يجي، ما تعرف الرزق منين يجي، والله كبير. أنا ما كرهتش خوتي يجمعوا لي واخا بالصوب هذيك الكروسة ديالي، لأنني واخا نتحول من هذا المحل ما عنديش باش نزيد، خصني كروسة، عندي كروسة الماطر ديالها راهم بجوج محطوطين خاسرين، باتريات ديالها هما هنا ماتوا، يصاب لي غير الكروسة ديالي، نعود نمشي ونجي، أنا خرجت مع الصباح ندور، غادي نجيب غدايا ونجيب عشايا، كاينين المحسنين، إوا هو الرزاق الله، ونتمناو على الله، أتحيد عنا هذه الجائحة. اما جامع الفنا الحريقيه كلهم دوك اللي لقيتي يقول لك الله يرحمه مشى في حالته، جامع الفنا مات وعمره ما بقى يكون، لان ما عندهم كيديروا الحريقيه منين غادي يجوا تفرقوا، كله فين زاد كاين اللي بدل المهنه، كاين اللي ولا خضار من بعد العز ولا كيدير عرير مات ديال الخضره، كاين اللي مسكين راه كيدور في الزناقي كيسعى، يعني جاتهم على غفله ما كانوش معولين الحلايقيه، كانوا اليوم يخدموا يقول لك غدا ثاني غيجيب الله الرزق. جامع الفنا مشى في حالاته، جامع الفنا كان اللي ما يدخلش جامع الفنا كانه ما جاش لمراكش، والسواح اللي كيجيو لمراكش اول حاجه كيقصوها كيسولوا على جامع الفنا. جامع الفنا واحد الساعة اللي هي دولية، ساحة جامعية جامعة جميع اللغات جميع الأجناس، كيدخلوا لمراكش لجامع الفنا كيضحكوا يديروا فيه يتصوروا فيه يتقداو ويجي يدور في جامع الفنا يشوف هادو الأمازيغيين، هادي الرباعة ولاد حمار، هادو ولاد الحوز، هادو المسيحين، هذا الساحر، هذا البوكسور، هذا الحكواتي، وكيتفرجوا الفراجة منوعة من جميع الأشكال. إيه ولكن جامع الفنا دركا كون غير يجمعوا دوك الناس ويعاونوهم بما ربي تلقى هاد الأزمة التحيد، راه لابد لابد، ولكن حنا كنقولوا واحد الكلمة اللي ركب غادي ينزل، واللي بسم الله بده ما يهزل، واللي سكن بجنب الواد كيديه الماء، كاين الحلايقيه مساكن كانوا ساكنين بجنب الواد جات الحمله داتهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.